ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه. أما بعد، فإن الله عز وجل قد تفضل على هذه الأمة بفضائل كثيرة ونعم عديدة، ومما تفضل الله به على هذه الأمة بعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن الله جل وعلا على هذه الأمة بإنزال الكتاب العظيم الذي ما من خير إلا وقد احتوى عليه. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن هنا فإن كل أمر يرجعنا إلى رب العزة والجلال لنكون من الشاكرين له، وكل أمر يرجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لنكون من المقتدين به، وكل أمر يرجعنا إلى كتاب الله جل وعلا لنكون من المتبعين له، فإنه ينبغي بنا أن نوليه عناية خاصة وأن نجعله نصب أعيننا وأن نهتم به. ومما يرجعنا إلى هذه الأمور شهر رمضان، فإن شهر رمضان موسم لرجوع العباد إلى الله جل وعلا، سواء كان بتقديم التوبة بين يدي هذا الشهر الكريم ليكون العبد من المقبولين فيه، أو كان بتعليق القلوب بالله عز وجل تألها وخضوعا، أو كان بالحرص على إخلاص النية في الأعمال التي نؤديها، أو كان من خلال تحصيل التقوى في هذا الشهر الكريم، فإن الله عز وجل جعل من فوائد صيام شهر رمضان تحصيل التقوى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا شهر رمضان شهر لكتاب الله عز وجل، فهو من مواسم هذا الكتاب، كما قال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في رمضان ما لا يقرأه في غيره، وكان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة فيدارسه القرآن. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالاقتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر، فإن أهل الإيمان يحرصون على اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ليكونوا بذلك ممن أحبهم الله، وليكونوا بذلك ممن اهتدى بنور الله، كما قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وكما قال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومما يحصل به جمع الأمور السابقة، تعلق القلب بالله والاهتداء بكتاب الله والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة التراويح والقيام، فإنك في الصلاة تناجي رب العالمين، تخاطب رب العزة والجلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فيه فقمن أن يستجاب لكم. ورب العزة والجلال وصف قراءة الإنسان بالليل بأنها أقوم قيلا، وفي أداء الإنسان للصلاة في آخر الليل حضور قلبه وتلذذه بمناجاة ربه، والله جل وعلا ينزل في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، كما ورد ذلك في السنن بأحاديث وأسانيد عديدة. وهكذا أيضا في صلاة التراويح والقيام ارتباط الإنسان بكتاب الله جل وعلا، وذلك أن آيات القرآن تتلى في صلاة الليل، تتلى في صلاة الليل يتلوها الإمام، وكثير من الأئمة يحرص على إكمال قراءة كتاب الله في هذا الشهر المبارك، حتى يكون ممن أسمع المصلين معه جميع كتاب الله. ثم إننا في صلاة التراويح والقيام نكون ممن سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالسنة الفعلية أو السنة القولية أو السنة الإقرارية. أما السنة الإقرارية فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد الصحابة يصلون في مسجده جماعات، الثلاثة يقتدون بالواحد، والأربعة يقتدون بالواحد، وهكذا، وكان يشاهدهم يصلون جماعة ويقرهم على ذلك. وأما السنة الفعلية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه كان يقوم شهر رمضان، وكان يصلي بالليل فيطيل صلاته، وكان يصلي في العشر الأواخر ما لا يصلي في بقية الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله في العشر الأواخر مع صلاته في غيره من أيام الشهر، فهذه سنة فعلية. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف ليالي في المسجد، وكان يضع حصيرا بمثابة الحائط له في مكانه الذي يعتكف فيه، فشاهده جماعة يصلي فصلوا بصلاته، فتسامع الناس فكثروا من الغد وكثروا من بعد الغد، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض عليهم هذه الصلاة وأن تكون من الواجبات، ولذلك لم يعد يقوم مع الناس في بقية الشهر، وأرشدهم إلى أن سبب عدم قيامه هو خشيته أن تفرض هذه الصلاة عليهم. وقد زالت هذه العلة، وهذا المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم زال الآن، ولذلك فعاد الأمر على ما هو عليه من مشروعية أداء صلاة التراويح والقيام جماعة. وأما السنة القولية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في قيام رمضان، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورغب في قيام الإنسان مع الإمام، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام
ليلة. وفي لفظ كتب له قيام ليله. وجاءت نصوص عديدة ترغب في صلاة الليل وتبين الأجر العظيم المرتب عليه. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا تكرر هذا فعندنا عدد من المسائل التي نعرضها عن صلاة التراويح وقيام رمضان. المسألة الأولى في مقدار هذه الصلاة وكم تؤدى من ركعة، فإن أهل العلم قد تفاوتت أنظارهم في هذه المسألة تفاوتا كثيرا، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المستحب في صلاة التراويح أن تكون 20 ركعة، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد. استدلوا على ذلك بأنه فعل عمر لما جمع الناس في المسجد النبوي جمعهم على 20 ركعة، وقد ثبت ذلك بإسناد جيد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي 3 أو 4 صلى بهم 20 ركعة، لكن ذلك لم يرد بإسناد صحيح. والقول الثاني في المسألة، وهذا القول هو الذي توارثه الناس وساروا عليه، وكان الأئمة ولا زال الأئمة في الحرمين يصلونه ويعتمدونه ويسيرون على طريقته. والقول الثاني في هذه المسألة أن صلاة التراويح 36 ركعة، وتكون بالوتر 39 ركعة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقال بأنه قد أدرك أهل المدينة يصلون كذلك. وأهل المدينة كانوا يفعلون هذا لعلة، وذلك أن أهل مكة كانوا كلما صلوا ركعتين من صلاة التراويح ذهبوا إلى الكعبة فطافوا بها ثم عادوا فصلوا ركعتين، فاستبدل أهل المدينة الطواف بالبيت بركعتين أخريين، فأصبح المجموع مجموع ما يصلون 36. أهل مكة كانوا يصلون 20، لكن لم يكونوا يبتدئون بطواف ولا يختمون بطواف، ولذلك يطوفون بينها، فكان مجموع ما يطوفونه 8 أطوفة، فاستبدلها أهل المدينة بركعتين عن كل طواف، فأصبح المجموع 36 ركعة. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأفضل هو أداء صلاة التراويح 8 ركعات، بحيث تكون مع الوتر 11 ركعة، وهذا هو قول طائفة من التابعين وعليه جماعة من المحدثين. استدلوا على ذلك بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة. والأظهر من أقوال أهل العلم أن الأمر في هذا واسع، وأن الإمام يتفقد أحوال من يصلي خلفه، ومتى وجد منهم نشاطا زادهم في الركعات، وإذا وجدهم يرغبون في إطالة القراءة فإنه يطيل القراءة ويقلل من عدد الركعات، لكن إذا وجدهم لا يرغبون في طول القراءة
قصر من القراءة وزاد في عدد الركعات. ويدل على هذا ما ورد في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فلم يجعل لصلاة الليل حدا مرتبا وإنما أطلقه. من المسائل المتعلقة بصلاة التراويح صلاة القيام في العشر الأواخر من شهر رمضان، فإننا في العشر الأواخر نصلي صلاة زائدة عن الصلاة التي نصليها أول الليل، فنصلي في آخر الليل صلاة زائدة عن الصلاة التي تكون في أول الليل، ومثل هذا مأثور وليس بأمر جديد ولا مبتدع، وذلك أن الليالي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي فيها آخر الليل، لم يرد أنه صلى بعد العشاء مباشرة، وإنما صلى آخر الليل. ولذلك ورد في الحديث أنهم قال: خشينا الفلاح، يعني السحور، خشينا فوت الفلاح يعني السحور. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أنه يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يحيي ليله، فدل هذا على أن العشر الأواخر تفارق بقية الشهر فيما يتعلق بأنواع العبادات التي يؤديها الناس. ولما شاهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس يصلون في التراويح أول الليل قال: والتي ينامون عنها أفضل، مما يدل على مشروعية أداء الصلاة صلاة الليل جماعة آخر الليل في العشر الأواخر. ومن الأمور المتعلقة بصلاة التراويح أنه لا يجوز للإنسان أن يزيد عن ركعتين، فإن بعض الأئمة إذا قام للركعة الثالثة استمر وصلى معها رابعة، وهذا خطأ ويبطل صحة الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل أكثر من ركعتين. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الأئمة قد يسرع في صلاته ولا يطمئن فيها، وهذا يخشى على العبد أن يكون فعله هذا مبطلا لأجر الصلاة، وأن تبطل الصلاة ولا تصح بسبب هذا، فإن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما شاهد المسيء في صلاته قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، وذلك لأنه لم يطمئن في صلاته. وقد أثنى الله جل وعلا على الخاشعين في الصلوات فقال: والذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك علينا جميعا أن نستحضر هذا المعنى، فنحن نصلي لنتقرب إلى الله، لنكون من أهل الطاعة، ليرضى عنا ربنا جل وعلا، ولسنا نصلي لننقرها أو لترد علينا ولا تقبل عند الله عز وجل. ومن المسائل المتعلقة بصلاة التراويح أن صلاة التراويح يشرع ختمها بالوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. لكن لو قدر أن الإنسان سيقوم أول الليل ويقوم آخره فإنه حينئذ يستحب له أن يؤخر صلاة الوتر لتكون في آخر الصلاة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لكن لو قدر أنه قام أول الليل ثم صلى صلاة الوتر وهو لا يعلم هل سيقوم آخر الليل أو لن يقوم، فيسر الله له قيام آخر الليل، وكان ممن دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاة آخر الليل مشهودة، فحينئذ نقول اكتفي بوترك الأول ولا توتر مرة أخرى، فإن بعض الناس قد يوتر في أول صلاة في آخر الليل مرة أخرى ثم يوتر مرة ثالثة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فإذا نهى عن الوترين فيفهم منه أنه ينهى عما زاد عن ذلك، فلا يصلي ثلاثة أوتار. ومما يتعلق بصلاة الوتر أن وقتها ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع عليك الفجر وأذن لصلاة الفجر فإنه حينئذ لا يصح لك أن تؤدي صلاة الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، وقال إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء والفجر، وفي لفظ وطلوع الفجر هي صلاة الوتر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن العبد ينبغي به أن يتدبر في معاني الآيات القرآنية التي يتلوها الإمام، وأن يتفكر فيها، وأن يحرص كل الحرص على إبعاد المشغلات عن قلبه، فإن الله تعالى قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولذلك علينا أن نحاول تدبر القرآن وتفهم معانيه، ومن الأمور التي قد تعين الناس على ذلك أن يقرأوا ما سيقرأه الإمام، فلاحظ ما سيقرأه الإمام في صلاة التراويح أو القيام فاقرأه في ذلك اليوم مرة ومرتين، وحاول أن تستجمع ذهنك فيه. وكذلك لو قرأ الإنسان شيئا من التفاسير التي تمكن العبد من فهم القرآن فإن هذا من الأمور المرغب فيها. إن للصيام وقراءة القرآن ارتباطا عظيما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام وقراءة القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ومن المسائل المتعلقة بقيام شهر رمضان أن نعلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل وأكمل وأعظم أجرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت إليه أم عطية قال صلاتك في بيتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. فإذا كان هذا في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بخمسمائة صلاة فيما عداه من المساجد، فكيف بغيره من المساجد؟ وورد في بعض الأحاديث أن الصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه من المساجد. حينئذ إذا كان هذا الموطن الفاضل يقال فيه بمثل هذا فغيره من المساجد من باب أولى. وإذا خرجت المرأة إلى المسجد وجب عليها أن تستأذن زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فإذا كان كذلك فهذا مشعر
بأنه لا بد أن تستأذن المرأة من زوجها، وفيه أن الزوج عليه أن يأذن للزوجة إذا استأذنته للخروج إلى المسجد. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن المرأة يجب عليها اجتناب الزينة واجتناب الروائح العطرية، لأنها ستمر بالرجال في الغالب. وأما بالنسبة للصلاة فإن خير صفوف النساء آخرها، كما أن خير صفوف الرجال أولها، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. فإن قال قائل: إذا كانت مصليات النساء لا يراهن الرجال ومنعزلات عن الرجال، فهل هذا الحكم يكون باقيا؟ فنقول نعم، كون آخر صفوف النساء هو أفضل هذه الصفوف، هذا لا يختلف باختلاف الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق حكما عاما، فلا يصح لنا أن نخصص الحكم العام بواسطة علة مستنبطة قد تكون هي العلة المقصودة للشارع وقد لا تكون كذلك. ومن الأمور والمسائل المتعلقة بهذا أن صلاة الليل ينبغي بالعبد ألا يقدمها على صلاة الفرض، فإن بعض الناس يحرص على أداء الصلاة مع زيد أو علي من الأئمة، فيرتب على ذلك ألا يخرج إلا متأخرا، فلا يتمكن من أداء صلاة العشاء مع الجماعة. وصلاة الجماعة من الواجبات لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وحينئذ لا يصح لك أن تترك واجب أداء الصلاة صلاة العشاء مع الجماعة من أجل إدراك فضيلة أو أداء سنة، فإن غاية صلاة التراويح سنة وليست من الواجبات المتحتمات. ومن هنا فلا يصح لك أن تهمل في صلاة الفرض الواجبة أو تهمل في أداء الصلاة جماعة مع وجوبها من أجل إدراك فضيلة أو سنة. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه يجوز للإنسان أن ينتقل إلى مسجد آخر من أجل أن يكون ذلك أعون على الخشوع في صلاته، ولا حرج عليه في مثل هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الليالي الثلاث تسامع به أهل المدينة بما يشمل من في أطرافها، وهم لا يخلون من مساجد في مواطنهم، ومع ذلك ذهبوا ليصلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الانتقال من موطن إلى موطن آخر من أجل إدراك فضيلة الخشوع في الصلاة أنه جائز لا حرج على الإنسان فيه، إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا ترتب على هذا تعطيل أداء الصلوات في المساجد الأخرى، فحينئذ يمنع من مثل هذا. ومما أنبه عليه في هذا أن من كان إماما في مسجد، سواء كانت هذه الإمامة بتعيين من الجهات الرسمية أو كانت لحاجة أهل المسجد لإمام فقدموه لعدم وجود من يصلح للإمامة سواه، فإنه حينئذ يلزم مسجده، لأن كونه يحافظ على الصلاة في هذا المسجد فتقام هذه الشعيرة في المسجد أولى من كونه يصلي وحده مع الإمام الآخر. وإذا تقرر هذا فإنه يرجى للإمام الذي يصلي بالناس صلاة التراويح والقيام، يرجى له أن يكتب له أجر من صلى خلفه، سواء كان الأجر متعلقا بذات الصلاة أو بالاستماع إلى القراءة أو
دعاء الله جل وعلا في تلك الصلاة أو نحو ذلك من الأعمال التي يؤديها المصلي في صلاته. ولذلك فإن إمامة المصلين من الأعمال الصالحة التي يحسن بالعبد أن يحتسب الأجر في أدائها. ومن الأعمال المتعلقة بصلاة التراويح مسألة هل الأفضل للرجال أن يصلوا صلاة التراويح في المسجد أو أن الأفضل لهم أن يصلوها في البيت. فقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن أداء الرجل للصلاة في البيت أفضل، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في بيته صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني بترك الصلاة فيها. وقال: أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. ومن هنا ذهب طائفة إلى تفضيل أداء صلاة التراويح في البيت، وجمهور أهل العلم على استحباب أداء صلاة التراويح في المسجد. قالوا: لأنه هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه، ولأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك بمحضر من النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته. قالوا: وفي ذلك إظهار للصلاة وإبراز لهذه الشعيرة، ومن هنا يكون سببا معينا لأداء الناس لهذه الصلاة. ولعل هذا القول الثاني أظهر لكون الصحابة ومن تبعهم لا زالوا يظهرون صلاة التراويح، ولكون هذه الصلاة من شعائر هذا الشهر المبارك، ومن هنا يحسن إظهارها بأداء صلاة التراويح في المسجد. كذلك من أحكام صلاة التراويح أنه يستحب أن تكون صلاة التراويح بعد صلاة العشاء وأداء السنة الراتبة، فإن بعض الأئمة يبادر إليها ويصليها مباشرة قبل أن يصلي السنة الراتبة، وهذا خطأ، لأنه سيصلي صلاة الوتر، وصلاة الوتر ينبغي أن تكون في آخر صلاة العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أنه يستحب للإنسان أن يختم القرآن في الشهر إما مرة أو مرتين بحسب نشاط من يصلي خلفه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض كتاب الله في كل شهر رمضان مرة على جبريل، وعرضه في السنة الأخيرة العرضة الأخيرة مرتين، مما يدل على استحباب عرض كتاب الله كاملا في هذا الشهر، ومن ذلك قراءته في صلاة التراويح. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن بعض الأئمة يقرأ في الصلوات المفروضة شيئا من ختمته التي يختم بها في صلاة التراويح، فنقول: الأفضل والأولى أن يقتصر الإنسان في ذلك على ما يقرأه في صلوات التراويح، فإن قرأ في غيرها فلا نستطيع أن نقول بإبطال صلاته، ولا نستطيع أن نقول بأنه قد خالف الهدي في مثل هذا. من المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا أكمل الإنسان قراءة كتاب الله جل وعلا في صلاة التراويح فما المشروع في حقه؟ فنقول: المشروع أن يدعو الله جل وعلا، فإذا قرأ سورة الناس ركع ثم رفع ثم دعا الله جل وعلا، فهذا هو المأثور عن سلفنا الصالح وهو الذي يتناقله الناس. سأل الإمام
سأل الإمام الذي يصلي بالإمام أحمد، سأله ماذا يفعل إذا ختم القرآن، فقال إذا ختمت القرآن فارفع يديك وادعو، ارفع يديك وادعو. ظاهره أن الدعاء يكون قبل الركوع. قال فإني قد أدركت أهل مكة وأهل المدينة يفعلون ذلك، ومثل هذا لا يفعل في ذلك الوقت إلا أنه قد نقل بينهم وكانوا يفعلونه جيلا بعد جيل. فإن الإمام أحمد من أهل أواخر القرن الثاني، وما ذاك إلا أنهم كانوا يفعلون هذا في ذلك الزمان، مما يدل على أنهم يتوارثون قراءة دعاء ختم القرآن في أثناء صلواتهم، وأن فعلهم لهذا كان قبل الركوع في آخر ركعة. من المسائل المتعلقة بهذا أنه يستحب للإنسان أن يدعو في وتره، ولو الذي يوتر به أمام جماعته في صلاة التراويح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه الحسن قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في الوتر اللهم اهدني في من هديت، فدل هذا على استحباب المواصلة في الوتر في دعاء القنوت، فإنه قال أقول في الوتر، مما يدل على أنه كان يستمر في هذا. وفيه استحباب هذا الذكر اللهم اهدني في من هديت، وفي هذا أيضا أنه ينبغي الاقتصار على الكلام الجامع، وأن نترك تفاصيل الأدعية، كذلك نترك الإطالة في الدعاء أو قصد السجع في الكلام. أما إذا ورد السجع بدون قصد فلا حرج على الإنسان فيه. من المسائل أيضا المتعلقة بهذا أنه يستحب للإنسان أن يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى من الوتر، وفي الركعة الثانية يقرأ بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ بقل هو الله أحد وحدها، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد أنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة بقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فإن هذا ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم فإن هذا الدعاء ليس من الأمور المشروعة، أو هذه القراءة ليست من الأمور المشروعة، إنما يقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد وحدها. وأحكام صلاة الليل كثيرة وعديدة، ومما أنبه عليه في هذا أنه يستحب عند فراغ الإنسان من صلاة الليل أن يقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، سبحان الملك القدوس، ويمد الكلام في المرة الثالثة، فإن ذلك قد أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا جاء الإنسان في آخر الليل وأراد أن يصلي يستحب له أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل أن يدخل مع الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بمثل هذا. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على قيام شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن قامه إيمانا واحتسابا، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن تلاذ بالطاعة واستشعر مراقبة الله له وعرف لذة خضوعه بين يدي الله، كما نسأله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يجعلها عامرة بالتقوى، وأن يجعل قلوبنا مليئة بمخافة الله ورجائه سبحانه والأمل في فضله مع محبته جل وعلا. هذا والله أعلم،
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.